السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي العام والأزهري، إن شاء الله في فيديو النهاردة هنكمل شرح قواعد يونت 1، شرح زمن الماضي المستمر The Past Continuous Tense. وأول حاجة هنتكلم عنها أشكال الجمل في الماضي المستمر. عندنا 5 أشكال للجملة. أول حاجة الجملة المثبتة بتتكون من السبجكت اللي هو الفاعل، الفاعل ده قلنا قبل كده أنه ممكن يكون ضمير أو اسم. بعد كده الفعل بيتكون من was أو were، وبعدها verb في الجيرند. الفعل عبارة عن was أو were والverb مضاف له ing. مثال: أحمد was reading a story. يبقى أنا عندي هنا subject أحمد، was reading ده الverb في الجيرند. مثال آخر: سارة and أروى were cooking lunch. لاحظنا هنا ان مع المفرد اخدنا was، مع الجمع اخدنا where، وبعدهم الفيرب في الجيرند. يبقى انت عندك was بتيجي مع I، he، she، it، اي اسم مفرد، where مع we، you، they، واي اسم جمع. الشكل الثاني من اشكال الجمل الجملة المنفية. الجملة المنفية بتتكون من subject اللي هو الفاعل، بعدها wasn't او weren't، بعد كده الفيرب مضاف له ing. فمثلا لو حبينا ننفي المثال الاول فهنقول احمد wasn't reading a story. حبينا ننفي المثال الثاني هنقول سارة and اروى weren't cooking lunch. الشكل الثالث من اشكال الجمل الجملة الاستفهامية. الجملة الاستفهامية نوعين، في استفهام بهل اللي هو السؤال بيكون معناه هل، وده بيبدا ب was او where بعدها السبجكت. خدوا بالكو ان السؤال بهل عكس الجملة، الجملة كانت بتبدأ بالسبجكت بعدها was او where، اما السؤال بهل العكس، was او where بعدها subject وبعدين الفيرب مضاف له ing. فلو حبينا نعمل على المثال الاول سؤال بهل فهنقول was احمد reading a book، والسؤال معناه هل احمد يقرأ كتاب، والاجابة عليه بتكون اما بيس he was او no he wasn't. بالنسبة للشكل الثاني من أشكال السؤال هو السؤال بكلمات الاستفهام. كلمات الاستفهام زي what where why، الحاجات اللي انتوا عارفينها. فأنا ببدأ السؤال بتاعي بكلمة من كلمات الاستفهام بعدها إما was إما where على حسب الفاعل اللي جاي بعدهم مفرد أو جمع. فمثلا أحمد هنا مفرد فهنقول what was أحمد reading. What was أحمد reading؟ أما أحمد ده لو كان مثلاً زي فهقول What were they reading؟ الشكل الخامس من أشكال الجمل هي صيغة المبني للمجهول. وقلنا الفيديو اللي فات إزاي بنعرف إن الجملة اللي قدامنا معلوم أو مجهول. قلنا المعلوم بتكون بدأ بالفعل اللي هو قام بالفعل، أما المجهول بتكون مبدوءة بالمفعول اللي اتعمل فيه الحاجة، اللي اتعمل فيه الفعل. تمام؟ فلو لقيت الجملة مبدوءة بالمفعول يبقى كده دي صيغة مجهول. طب هنبني ازاي للمجهول في زمن الماضي المستمر؟ اولا هنبدأ بالمفعول، بعد المفعول بنستخدم was او where على حسب نوع المفعول. المفعول مفرد يبقى استخدم was، المفعول جمع يبقى نستخدم where. بعد كده حطلي كلمة being، دي ثابتة ما بتتغيرش، يبقى was where being. بعد كده هتحط لي المين فيرب الفعل الأساسي بتاع الجملة في التصريف التالت. تعالوا نوضح الكلام ده أكتر بحل مثالين. المثال الأول بقول سارة lunch yesterday afternoon. الاختيارات prepared، preparing، was preparing، was being prepared. خد بالك حدد لي زمن الجملة الأول وهل هي معلوم ولا مجهول. زمن الجملة yesterday afternoon يبقى كده ماضي مستمر، وهنوضح الكلام ده أكتر كمان شوية. تاني حاجة، الجملة بتاعتك بدأت بفاعل ولا مفعول؟ سارة هي اللي هتحضر الغدا، إذن الجملة دي مبنية للمعلوم، جملة عادية خالص. بالتالي هختار was والفيرب مضاف له ing، تبقى الإجابة الصحيحة لترسي was preparing. المثال الثاني lunch yesterday afternoon، ومديلك نفس الاختيارات. yesterday afternoon ماضي مستمر. طيب الجملة بتاعتنا بدأت بالفاعل ولا المفعول؟ بدأت بلانش الغدا، ما ينفعش أقول الغدا يحضر، لكن الغدا يحضر مبنية للمجهول. يبقى طالما بدأت بالحاجة اللي بتتعمل يبقى الجملة بتاعتنا كده مبنية للمجهول.
بالتالي أنا محتاج الاختيار بتاعي يكون عبارة عن was being وتصريف تالت. إذن الإجابة الصحيحة letter D was being prepared. ودي كانت أشكال الخمس جمل في زمن الماضي المستمر. تاني نقطة لازم نعرفها مهمة جدا، الاستخدامات. هنستخدم الماضي المستمر في إيه؟ أول حاجة للتعبير عن حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي. يعني إيه؟ عايزين نكون فاهمين أكتر. شوف الفرق بين المثالين اللي هقولهم في المعنى. المثال الأول بقولك I played on the beach last Friday، والمثال الثاني بقولك I was playing on the beach last Friday afternoon. لاحظت إيه؟ الجملة الأولى زمنها ماضي بسيط. ليه؟ لأن أنا قلتلك أنا لعبت على الشاطئ الجمعة الماضية، ما حددتش إمتى كنت بلعب إمتى. الحدث بتاع اللعب ده كان مستمر وقتين. أما في الجملة الثانية بقولك أنا كنت بلعب على الشاطئ يوم الجمعة بعد الظهر، يبقى كده أنا حددتلك الحدث ده كان مستمر يوم الجمعة بعد الظهر. ففي حالة تحديد الزمن الحدث كان مستمر إمتى، فبنستخدم زمن الماضي المستمر. الاستخدام الثاني، هنستخدم الماضي المستمر لما نيجي نتكلم عن حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت في الماضي. يعني إيه؟ حاجتين كانوا بيحصلوا مبارح الساعة 9 بالليل، أنت كنت بتذاكر، ده ماضي مستمر، وكمان أخوك كان بيلعب، كل واحد فيكم كان مستمر في العمل اللي هو بيعمله، تمام؟ يبقى في الحالة دي أنا بستخدم زمن الماضي المستمر في الجملتين. وإحنا عارفين طالما عندنا جملتين جنب بعض يبقى لازم نستخدم الروابط. طب إيه الروابط اللي هستخدمها هنا؟ while، as، when. while و as معناهم بينما، when معناها عندما. التلاتة هيجي بعدهم جملة ماضي مستمر، والجملة التانية ماضي مستمر. ده إمتى؟ ده في حالة إن الزمنين أو الحدثين بيحصلوا في نفس التوقيت مع بعض، مفيش واحد عطل التاني. مثال while I was reading a story Anas was watching TV، بينما أنا كنت بقرأ قصة أنس كان بيشاهد التلفزيون. هنا أنا كنت مستمرة في القراءة وأنس كان مستمر في المشاهدة، مفيش حد فينا وقف عمل التاني، الحدثين كانوا مستمرين مع بعض في الماضي. الاستخدام الثالث، يستخدم للتعبير عن حدث كان مستمر في الماضي عندما وقع حدث آخر. يعني إيه؟ أنا كنت مستمر في عمل حاجة وجه حدث تاني وقف الحاجة اللي أنا كنت بعملها. فمثلا أنا كنت بقرأ قصة وحد ندهلي، يبقى أنا كنت مستمر في القراءة اللي وقفها الحدث التاني اللي هو حد ندهلي. وفي الحالة دي برضو بنحتاج الروابط، while بتساوي as بتساوي just as، التلاتة معناهم بينما، وحنضيف لهم كمان كلمة when. بيجي بعدهم جملة ماضي مستمر اللي هو الحدث اللي كان مستمر، وبعدين جملة ماضي بسيط اللي هو الحدث اللي وقفه. مثال while he was playing a tennis match، بينما هو كان بيلعب ماتش تنس، ده الحدث اللي كان مستمر. he broke his arm، كسر ذراعه، يبقى ده الحدث اللي وقف اللعب. يبقى انت لازم تاخد بالك من نقطة مهمة جدا، ان while و as و when لهم قاعدتين. القاعدة الاولى بتقول ان بيجي بعدهم ماضي مستمر ماضي مستمر، والقاعدة التانية بتقول ان بيجي بعدهم ماضي مستمر ماضي بسيط. طب هنعرف منين؟ لازم تترجم الجملة وتشوف الاحداث اللي مديهالك ملهاش علاقة ببعضها، احداث مستمرة في نفس الوقت ولا احداث واحد مستمر والتاني وقفه. لو الأحداث مستمرة يبقى هتحط الزمنين في الماضي المستمر، لو الأحداث حدث فيهم كان مستمر والتاني وقفه يبقى هتستخدم الجملة الأولى ماضي مستمر والتانية ماضي بسيط. يلا نحل عليها مثالين علشان نثبت المعلومة أكتر. المثال الأول بقولك while Sarah was studying محمد football، played was playing، playing was played. احنا هنا لازم نحدد الحدثين مستمرين ولا حدث قطع التاني. الجملة الاولى بتقولك سارة كانت بتذاكر، الجملة التانية محمد كان بيلعب كرة قدم، حد فيهم وقف عمل التاني؟ الاجابة لا، كل واحد في طريقه. يبقى دي احداث مستمرة في الماضي، بالتالي الاجابة هتكون was playing ماضي مستمر. اما المثال التاني while Sarah was studying محمد here to prepare lunch for him،
asked was asking asking was asked. نشوف الأحداث متقاطعة ولا مستمرة مع بعض. الحدث الأول بقول إن سارة كانت بتذاكر، ده حدث مستمر. الثاني محمد طلب منها تحضر له الغدا. طيب مفروض الحدث الثاني كده هيوقف الحدث الأول، هيعطل الحدث الأول، يبقى الأحداث دي كده متقاطعة. إذن الجملة الثانية تتحط في زمن الماضي البسيط، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون letter A ask. عندنا قاعدة تالتة خاصة بوين فقط، وين بيجي بعدها ماضي بسيط والجملة التانية ماضي مستمر، يبقى كده أنا عندي وين لها كام قاعدة؟ تلاتة. القاعدة الأولى ماضي مستمر ماضي مستمر، التانية ماضي مستمر ماضي بسيط، التالتة العكس ماضي بسيط ماضي مستمر. طب ما احنا كده هنتلخبط، هقولك الموضوع بسيط جدا، انت كل اللي عليك تعمله انك هتركز فين الحدث المستمر وفين اللي قطعه. المستمر سواء جاي في الجملة الأولى بعد وين مباشرة أو جاي في الجملة التانية يبقى هتحطه في الاستمرارية، أما الحدث اللي قطعه هو اللي هيتحط في الماضي البسيط سواء جاي بعد وين مباشرة أو في الجملة التانية. انت حدد الأزمنة بتاعت كل جملة وبعد كده اشتغل على الموضوع ده. تعالى اوضح لك الكلام ده أكتر بمثالين. المثال الأول بقول لك when I arrived أروى was watching a cartoon، لما أنا وصلت أروى كانت بتشاهد الكرتون. الحدث المستمر اللي هو أروى بتشاهد الكرتون، أما الحدث اللي قطعه اللي هو أنا وصلت. تمام؟ طيب شوف نفس الجملة، هقول when أروى was watching a cartoon I arrived. أنا عكست نفس الكلام لكن حفظت على إن أروى جملة أروى هي المستمر، وجملة الوصول أنا وصلت هي اللي قطعت، هو الحدث اللي قطع الحدث الأول فتحط في الماضي البسيط. خد بالك من الملاحظات المهمة جدا دي لأنها بتيجي كتير قوي في الامتحان. أول ملحوظة while لو ما فيش بعدها جملة فبنستخدم الفيرب في الجيرند، الفيرب مضاف لاي ان جي، يبقى وايل بيجي بعدها مباشرة الفيرب اي ان جي، والجملة التانية بيكون زمنها ماضي بسيط. تمام؟ مثال while playing a tennis match he broke his leg. الملحوظة رقم 2 during معناها أثناء وبيجي بعدها اسم، ما ينفعش يجي بعدها فيرب في الجيرند، يبقى عندي while بيجي بعدها فيرب مضاف لاي ان جي، اما during بيجي بعدها اسم، والجملة الثانية بتكون زمنها ماضي بسيط. مثال during a tennis match he broke his leg، يبقى زي ما انتوا شايفين during جه بعدها اسم، اسم موصوف a tennis match، أما الجملة الثانية فزمنها ماضي بسيط. الملحوظة رقم 3 حرف الجر أن هيجي بعده إما اسم إما فيرب مضاف له ING، والجملة الثانية زمنها إما ماضي بسيط إما ماضي مستمر. يبقى تاني ويل بعدها فعل مضاف له ING، during بعدها اسم، أن بعدها اسم أو فعل مضاف له ING. تمام؟ الجملة الثانية بقى تكون ماضي بسيط يا ماضي مستمر، ده مع أن. مثال On my arrival at my office the secretary was checking emails، يبقى هنا أن جبنا بعدها my arrival اسم. تمام؟ الجملة الثانية زمانها ماضي مستمر was checking. الملحوظة رقم 4 while ممكن يجي بعدها حرف جر واسم، خد بالك ان وايل اساسا بيجي بعدها فيرب في الجيرند، لكن امتى يجي بعدها اسم؟ لو في حرف جر، يبقى حرف جر زائد اسم. تمام؟ مثال هقول وايل ان الكسندريا اي ات فيش فور لانش افري داي. تعالوا نطبق على الملاحظات اللي قلناها ببعض الامثله. نمبر 1 اون ذا مونكي ماي بيبي ووز فرايتند ووز سينج هات سين he was seeing seeing. احنا اتفقنا ان on هيجي بعدها اما اسم اما verb مضاف له ing، اذا الاجابة الوحيدة الصحيحة المناسبة هنا letter D. number 2 watching the film I ate popcorn and drank juice as while during as soon as. محتاجين نختار رابط. طيب احنا عندنا هنا الفيرب في الجيرند،
ايه الرابط اللي بيجي بعد الفيرب في الجيرند في القاعدة بتاعتنا؟ هو while، اما احنا اتفقنا ان during بيجي بعدها noun، بالتالي الاجابة الصحيحة letter B. Number 3، the film I ate popcorn and drank juice. نفس المثال اللي فات، لكن احنا هنا شلنا الفيرب ing واكتفينا بالاسم بالنون. طيب اللي بيجي بعده نون هو during، يبقى بالتالي نختار لها letter C during. هسيب لك المثالين اللي قدامك تحلهم لي في التعليقات وتذكر لي السبب ليه انت اخترت الإجابة دي، وإن شاء الله في بداية الفيديو القادم اللي هو هيكون حل تدريبات على الجرامر هنقول الاختيار الصحيح مع ذكر السبب. بتمنى لكم التوفيق، في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.